wheelers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات. اليوم بأوتوفوكس غير انه رح نضوي على المازدا سي اكس 5 الجديده، رح نتواصل معكم مشاهدينا عبر الموبايل، اربطوا تليفوناتكم وخلوكم معنا بعد لحظات. مرحبا مره جديده مسيو توني عبدو، مدير المبيعات بشركه ام بخاطر. توني يعطيك العافيه. مرسي جورج. معنا اليوم سياره كتير حلوه السي اكس 5 اللي ما صار له كثير زمان بالسوق اللبناني، كان انطلق بال 2017 اكيد طراز جديد عم نحكي. مزبوط. خاصه الفرونت لوك الملفت جدا اللي كثير انا شخصيا بحبه. هالسياره اليوم معنا رح نضوي كمان على امور مهمه كثير، من بينها هالباكج الكبير اللي حملتوه معكم، مجموعه الهدايا اللي بتخدم الزبون أكيد. من 2017 لل 2018، خبرنا اكثر عن هالباكج، بعده مستمر؟ اكيد جورج مستمر، بلش بال 2017 مثل ما عم تقول باخرها يعني، وكان عندنا هاي الجمعه نحن عم نمرق كمان عم مكفين فيه وبعدنا موصلين نكفي فيه، ونحن كنا عم نقول لفتره ال 15 يوم باكج لانه فيه كذا اوفر مثل ما عم تقول جورج. اليوم عم نحكي بفوائد 0.99% اللي هي دائما عم اقول اوطى نسبه فايده بالسوق. السوق عم يتغير عم يعلى، نحن بعدنا مثبتينها بس ما فينا نقول رح تضل ثابت لانه السوق عم يتغير حكما. نحن نطلب كل عم يحضرونا اليوم ليستفيدوا من هذا الفرصه هذه. بنفس الوقت عندنا الوارنتي اللي هي اوبن مايلج فور 5 years اللي هي لانه نحن عندنا برودكت جابانيز ميد اللي هو 100% في منه 100% ما حدا عم يقدر يضربنا فيه، كما انه عندنا ال 1500 دولار الكاش باك. هيدي حلوين على 1005 زادوا طبيعي لانه حسب السياره، ونحن عم نقول بس يتقسط الجيب على فتره 5 سنين مع داون بيمنت 30% عم يطلع له كاش باك 1500 دولار في يستفيد منهم، يا ديبت كارد يا بيرجع له كاش، يا بيستفيد من ثلاث سنوات بيدفع منه سند او وات ايفر قد ما بيطلع قيمته. كما انه عندنا رود اسيستنس اللي عم تمرق معنا على 24 على 7 على فتره قد ما بده، ان كان زبون مازدا هلا ولا كان زبون قديم رح نامن له نحن الاسيستنس المطلوب. بنفس الوقت البريميوم انشورنس اللي نحن دائما موصلين انه تضلها موجوده عندنا تنامن احدى ديبريشن زيرو زيرو طبيعي. توني كمان عبر الواتساب المشاهدين اللي عم بيتواصلوا معنا بحلقه اليوم مثل ما ذكرنا بالمقدمه بتبعتوا رقم اكيد اسم السياره اللي معنا اليوم يعني مازدا اليوم سي اكس 5، بتبعتوا اسم مازدا سي اكس 5 على الواتساب اللي عم تشوفوه امامكم وراح يطلع لكم بيلان كامل الدفعه الاولى قد ايه بتطلع عليكم وكل شهر مزبوط. اذا على 5 سنين قد ايه رح يكون السند وغيره وغيره كله أكيد. خالص مخلص بطريقه كثير واضحه، وهون رح يكون في تواصل معه بكل الانفورميشن يعني مش ضروري بس هون بتبلش القصه انه بده يبلش يسال اسئله ونحن رح نجاوبه رح نعطيك كل التفاصيل اللي هو قاعد ببيته او بشغله عبر الواتساب. رح نشوف بكل حال هلا فيديو مميز للمازدا سي اكس 5 انا وياك والمشاهدين ونتابع حديثنا من بعد. Imagine a drive that feels like it's crafted just for you. Imagine elegant design and advanced technology that's ready for the unexpected. And imagine SUV performance that leaves others in its wake. Next Gen Mazda CX-5. Imagine better. Enjoy moving forward. هيدي الهاشتاج اكيد قبل هاشتاج ام بي هاشتاج Enjoy moving forward لازم تواصلوا فيها معنا مشاهدينا لتبعتوا اكيد شورت فيديوز على الهاشتاج او صور على الانستغرام، وهالصور وهالشورت فيديوز رح نشوفهم اذا الارات بحلقات مقبله. ليش لا بأوتوفوكس معك توني، وهيدا الحلو كثير نحن دائما عم نرجع ندعي كل عم يحضرونا وكل اللي معهم مازدا يصوروا ويتواصلوا معنا ويبعثوا لنا الفيديوز جورج لحقنا بدنا نحن نشاركهم الاكسبيرينس تبعهم، بدنا يقولوا للزبونات هن شو مبسوطين وشو مرتاحين، وانا ما عندي شك انه ولا اي زبون الا ما هو مرتاح بمازدا مع ام بي انا اكيد. لكن تواصل معنا كمان مش بس على الواتساب، رقم شفناه كمان عبر الهاشتاج انجوي موفينج فورورد الهاشتاج اي ان بي، لانه في عندنا شورت فيديوز مهضومين لبعض الزبائن اللي كانوا عم بيقوموا بزياره بالشوروم فجأتهم بتصوير عبر الموبايل، يعني مش انه التصوير المحترف والاضاءه القويه عبر الموبايل بشورت فيديوز حلوين اعطوا رايهم بالسيارات المازدا. بتابع معي مازدا 2 صار لها من 2009 معي، كثير مبسوطه منها وكثير مبسوطه من خدمه الشركه اصلا، وانا حتى ما بغير زيت الا بالشركه يعني ولا مره فاتت عند جراج برا، بس فوت لهون كثير معاملتهم منيحه وبيجي على الوقت وبيعطوني اياها على الوقت، كثير مبسوطه منهم حتى اذا بدي ابدو المستقبل ببدو المازدا ثاني. ميرسي لكل اكيب ابو خاطر بجننوا كلهم. انا بمضي اغلب وقتي بالسياره عم سوق، فاكيد نقيت مازدا لاخذ سياره بتريحني
كونه كل وقتي رح اغلب وقتي رح ابيه بقلب هذه السياره، فاشتريت راحتي مع المازدا وكثير مبسوط فيها. بسنه صرت سايق اكثر من 35000 كيلومتر ولهلا ما في ولا اي مشكله. ثانك يو مازدا. فيديوز وصور حلوه كثير على الهاشتاج انجوم موفينج فورورد هاشتاج ام بي. توني كمان بنرجع لقصه الواتساب هلا، غير انه اذا بعدنا اسم السياره بده يطلع لنا اليوم بيلان كامل عن دفعات وغيرها، اليوم دور تو دور تيست درايف كمان نبعت اسم السياره على رقم الواتساب اللي عم نشوفه. شغله حلوه هيدي اول مره، واول مره بتصير بلبنان وهالخدمه بتصير لعندك على البيت. تيست درايف بتروح لعندك على البيت، مجرد ما بعت المسج اللي هو مازدا سي اكس 5 بعتها على الواتساب اللي عم يمرق معنا على الشاشه رح تروح السياره لعندك. بس اكيد مو عيد يعني، بيكون في ضغط اليوم على كثير، في عنا ضغط مش رح يكون عنا ضغط كثير لانه صار لنا جمعه نحن طالعين على الهواء عم نطلق هذا الواتساب، كثير في عنا ضغط. عبر المواعيد اكيد رح يتنظم كل شيء، بس اكيد اللي مضمون هو احلى سيرفيس رح يتامنه لزبوناتنا، ومن هونيك وبالرايح خليه يتكلوا علينا نحن رح نامنه هذا السيرفيس المهم. نرجع نتكلم عليك كمان، تذكرنا بالباكج الديل قبل ما نختم حلقتنا معك توني، خبرنا اكثر الموضوع 0.99 انترست اللي هو احلى نسبه فايده بالسوق، انا بدعيهم لحتى يستفيدوا منها هاي الجمعه لحتى ياخذوا اوطى نسبه فايده قبل ما يعلوا الفوائد بالسوق، لانه يعني ممكن كثير تصير هالخبريه. عندك ال 5 years warranty اللي عم تكون open mileage على 5 سنين واللي هي راحه البال المطلقه، عم تحكي بكاش باك $1,500 لما تقسطها على البنك مع دفع اولى 30% وما فوق. كما انه عندنا الرود اسيستنس 24/7، بمجرد ما طلبوا 030 مازدا على تليفوناتهم بيقدروا يحصلوا على الاسيستنس المطلوب. والانشورنس الاهم من هيك اللي هي احلى ذا بيست يعني لزبون انا بالنسبه لي انه ياخذ انشورنس محترمه بلا فرانشيز بلا ديبريسيشن. توني اكيد شكرا لك على كل هالمعلومات، معك رح نختم بفيديو كمان على ويب سايت ويلرز، وعم لقيكم بحلقات مويل مشاهدينا. الى اللقاء. wheelers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده، وبكبسه زر بتخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.